وأنا كنت ولله الحمد أتكلم مع الناس بهذه المسائل الإلهيات والنبوات والسمعيات والإعجاز والأشرار وما يتبع ذلك من مسائل عن الإيمان وأركانه وفضائله وفوائده وأقسامه وغير ذلك من المسائل الأصلية. كنت أتكلم مع الناس، أخرج بعد العصر إلى العشاء، إلى بعد العشاء في منطقتي، أتكلم مع أصحاب الدكاكين الذي يكون متفرغا، أجلس معه أتكلم معه عن الله ونعم الله سبحانه وتعالى وأمور كثيرة جدا. الإنسان يصبح يتكلم بها ويعلم المناسب للناس ويسمع الناس الكلام من خلال التمرس يوما بعد يوم. من الناس من يحرج، لأن لو قال لك هذه حقيبة وفيها بضاعة ونعطيك بالشهر 14,000 أو 1,000 دينار لن تخجل أن تدخل على المحلات وأن تتكلم مع الناس بالشوارع. وكنت أرى ثمرات هذه الأمور في إحدى المرات وهي كثيرة. جاءني شاب وقال لي أنا منذ تكلمت معي وأنا أصلي، مع أني أنا ما تكلمت معه بالصلاة، تكلمت معه عن الله وقدرة الله وخلق الله وعن هذا الخلق،